أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويأبى الله إلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها See?
مِنْكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. صدق الله العظيم.